هاي في فور فندتا رواية مصورة من تأليف الكاتب ألين مور، وقام ديفيد لويد برسم معظم رسوماتها ونشرتها دار دي سي كوميكس سنة 1982. وسنة 2005 حولت شركة وارنر برادرز الرواية لفيلم سينمائي أطلقته بعد سنة. بتدور أحداث هالرواية بالمستقبل سنة 2038 لما بينتشر الفساد بمجتمعات المملكة المتحدة، وبطل القصة في هو رجل ثوري مثير للشغب بيرتدي قناع جاي فوكس، وبيبدأ حملة ميدانية مدروسة وعنيفة للقضاء على السجينين السابقين وإسقاط الحكومة وإقناع الشعب بأنه يحكموا أنفسهم. وكلمة فندتا باللاتينية بتعني الانتقام. القناع صار حاضر بعدة مظاهرات حول العالم، ومنها حركة أوكيباي وول ستريت، الثورات العربية، وثورة 17 تشرين اللبنانية. مين قال أنه مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج ظهر بلندن بالقناع تعبيراً عن حق الثوار بإخفاء هويتهم؟ أنا قال. شوفكم بكرة.